الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المرة اللي فاتت كلمنا في يعقوب الإصحاح الثالث، وكان الموضوع الأساسي فيه موضوع اللسان. النهاردة بنكمل الإصحاح الرابع، ومتقسم الإصحاح الرابع تقسيمة بسيطة قوي على الآيتين: تحب رب إلهك من كل قلبك قدرتك ونفسك، والنص الثاني تحب قريبك كنفسك. نقرأ مع بعض الإصحاح الرابع والأول جزء كده من عدد 1 لعدد 10، وهو ده لو هنفكر فيها شوية بيدور حوالين مفهوم تحب رب إلهك من كل قلبك. من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون، وتطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رضيا لكي تنفقوا في لذاتكم. بيتكلم على الإشيو اللي احنا بنقضي حياتنا فيها كلها، بندور في دائرة مفرغة ان احنا عاوزين ومش قادرين ناخد. ده الـ يعني ملخص مشكلة الإنسان، مشكلتنا في حياتنا، عاوزين وبنطلب ومش عارفين او مش قادرين ان احنا ناخد. عينينا متوزعة بين حاجات كثيرة جدا جدا، وقلبنا منقسم، وعندنا اشتياقات كثيرة جدا ان احنا ناخد كل شيء في ايدينا، لكن الواقع ان احنا بنطلب ولسنا ناخذ، ونشتهي ولسنا نمتلك. بعد كده بيكمل يقول: أيها الزناة والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة الله؟ بيخش بعد كده في أصل الموضوع، يعني هو الآيات من 1 لحد 3 دي السيمتومز أو أعراض المرض. السيمتومز، لكن أصل المشكلة الدياجنوزز أو التشخيص بتاع المشكلة إن محبة العالم عداوة الله. فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. أم تظنون أن الكتاب يقول باطلا: الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد، ولكنه يعطي نعمة أعظم، إذ يقول: يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم، نقوا أيديكم إلى الخطاة وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين. من تاني عاوزين حاجتين أو عاوزين حاجات مختلفة وضد بعضها على طول في نفس الوقت. اكتئبوا ونوحوا وابكوا، يتحول ضحكم إلى نوح فرحكم إلى غم، اتضعوا قدام الرب فيرفعكم. المرض ان محبة العالم عداوة لله، لكن كده يبتدي الموضوع ده بكلمة صعبة قوي، كأنه بيتهمنا: أيها الزناة والزواني. واللي فينا يسمع كده يقول: أنا مش كده، أنا يعني عاوز أعيش كويس، بحب ربنا، لكن ما تقولش عليا زاني وتتهمني بالخطية الفظيعة دي. الكتاب يشرح لنا ان الزنا مش بس هو الزنا الجسدي بين 2، لكن في ايضا زنا روحي. الكتاب اتكلم عليه، حتى الله في العهد القديم اتكلم عليه كتير، وحتى وقال لهوشع نبي من انبيائه انه روح اتجوز امراه يعني زانيه، ليه؟ عشان عاوز اوصل لشعبي انه اللي بيتركني ده بيبقى بيزني بيا، بيزني عني.
يقول له كده في هوشع الإصحاح الأول اثنين في عدد اثنين، أول لما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. منها أعرف أنه الله بيعرف الشخص اللي بيتركه أو الأرض اللي بتتركه أو الشعب اللي بيتركه ده شعب بيزني عنه أو بيعرف آلهة غريبة. أيضا في أرمية يوضحها أكتر شوية بآية إحنا عارفينها، أرمية 2 عدد 11 و 12 الآخر صح. في عدد 11 كده، هل بدلت أمة آلهة وهي ليست آلهة؟ أما شعبي فقد بدل مجده بما لا ينفع. وابتدي يشرح أكتر، وكأن إحنا وإحنا بنتخلى عن مجدنا، وإيه هو المجد بتاعنا؟ إن الله هو أبونا، الله هو إلهنا، مجدنا إن إحنا بنعبد الرب، ده مجد الشعب بتاعنا، ده مجد شعب الله إن هو بيعبده. فيقول كده إن هو أما شعبي فقد بدل مجده، اتخليت عن المجد بتاعي كابن لله وكبنت لله بما لا ينفع. ابهتي أيها السماوات من هذا واقشعري وتحيري جدا يقول الرب، إن شعبي عمل الشرين. وبعد كده الآية معروفة قوي، قال تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم أبارا مشققة لا تضبط ماء، وتطلبون ولستم تشتهون ولستم، وعمال بحفر لنفسي أبار مشققة لا تضبط ماء. البير المفروض ان هو بيطلع مية ويحفظ المية، لكن المية اللي انا بطلعها حتى مش قادر استمتع بيها. واصل الموضوع انه شعبي تركني، بدل مجده بما لا ينفع، تركوني انا ينبوع المياه الحية لينقروا لانفسهم ابارا مشققة لا تضبط ماء. عشان كده في المفهوم ده، في يعني الكونتكست ده، هنفهم موضوع أيها الزناة والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله. هنا الفرق واضح، وسيف الكلمة واضح. ولو نفتكر الكلمة هي سيف ذو حدين، بيفرق من مفارق النفس والروح حتى النخاع. فكلمة الرب هدفها أنها تكشف المرض، فما نتضايقش لما تبقى شوية الكلمة جامدة، ما نتضايقش لما الكلمة تقول لنا إحنا أصلا مرضنا هو وأسبابه ولما يقول على محبة العالم، مش عاوزين هنخلط بين إن إحنا نحب العالم كخلقة الله وكعمل إيد الله نستمتع بيه، والله حطنا على إحنا تاج الخليقة وحط آدم وحواء وحطنا إحنا إن إحنا وكلاء على هذه الأرض نشتغل فيها ونستثمرها ونستمتع بيها ونحبها لمجد الله، وبين محبة العالم إنه أنا أحب العالم وأتخذه كإله، عاوزه هو يبقى البير بتاعي، عاوزه يبقى هو ينبوع المية بتاعي اللي بيشبعني، وأحبه وأعبده وأصير عدو لله. مش عاوزين هنخلط بين الاثنين دول. الله عاوزنا ان احنا نبقى في العالم نحبه ونخدمه، نخدم العالم، نخدم أولاده، نستمتع بيه ونستثمره ونكبره ونحافظ عليه. لكن حب العالم كمصدر للفرح وحيد، حب العالم كمصدر للشبع، حب العالم كمصدر للتسلط، ان هو بعد كده بيشرحها شويه، يقول انه الله يقاوم المستكبرين. والخطيه الاصليه اللي وقع فيها ادم وحواء ان هم عاوزين يصيروا مثل الله. انا بحب العالم عشان
يحقق لي رغباتي الشخصية ويكبر من اسمي ويكبر من نفسي على حساب الله وعلى حساب مجده. إنه من تاني الزنا الروح إن أنا أبدل مجد الله بما لا ينفع. فلو أنا أتخلى عن مجد الله إن الله هو ينبوع المية بتاعي اللي بيعطيني حياة، ده الإنسان بيصير عدو والله وبيصير زاني بيزني عن الله. يقاوم الله المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فاخضعوا لله. الحل إيه؟ إن إحنا هنرجع مجد الله في حياتنا ونطلب مجد الله في حياتنا. اخضعوا لله. قاوموا إبليس فيهرب منكم. اللي يقول مش قادر دي حجة، وهي اللي يقول أصل ما عرفش، أصل الشيطان شاطر، ده أنت اللي خايب. يقول كده قاوموا إبليس فيهرب منكم. إبليس ضعيف. الله انتصر على إبليس على الصليب وخلع كل أنيابه وخلع كل شكايته اللي بيشتكيها عليك. عشان كده لما هتقاومه هيهرب منك. لما تقاومه باسم المسيح وبعلامة الصليب وبحبك لله وبتبعيتك ليه وبأمانتك معاه هيهرب منك. هيختفي؟ مش هيختفي، لكن هيعرف انك انت بتتبع مجد الله. هيحاول يحاربك، هيحاول ان هو يسنيك عن عزمك، هيحاول يخوفك، لكن قاوموا إبليس فيهرب منكم. اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. نقوا أيديكم إلى الخطاة وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين. اقبل إن كلمة الرب هتبكتك، واقبل إن روح الله، واطلب روح الله يكشف لك انقسام قلبك وانقسام عقلك. هو ده الإنسان اللي عاوز يكبر، الإنسان اللي عاوز يشوف مجد الله ويستمتع ويشرب من ينبوع الماء الحي. لكن الإنسان اللي هو راضي بالحال اللي هو عليه هيسمع الكلام ده وهيتضايق. هيسمع الكلام ده هيقول احنا عاوزين نيجي الكنيسة نسمع كلمة معزية، كلمة مفرحة، كلمة هتطمنا ونروح. احنا تعبانين الاسبوع كله، احنا عاوزين كده حد هيطبطب علينا. لكن الانسان اللي عاوز يكبر، اللي عاوز يشفى، يروح للطبيب ويقول له انا ايه، انا مريض، انا محتاج شفاء، اكشف لي الجرح، شاور على المرض عشان اعرف أشفى وأعيش إنسان صحيح. فالإنسان اللي عاوز يعيش healthy روحيا ونفسيا يقبل إنه هو ويدور على الكلمة اللي تكشف له أعماقه، اللي تكشف له ذاته، اللي تقول له يعمل إيه. إذن أول section أو أول جزء من الإصحاح ده بيتكلم عن تحب الرب إلهك من كل، ودي وصية هتفضل ورانا لحد آخر يوم. مش وصية في العهد القديم أقول ده أنساها وخلاص، لا، وصية هتفضل ورانا. المسيح نفسه قال إن الناموس كله بيتلخص في وصيتين أو في آيتين: تحب الرب إلهك من كل قلبك ونفسك وقدرتك، وتحب قريبك كنفسك. ففي كل مرة هتقابل مع مسيح هيفكرني بالكلمة دي: هل بتحبني من كل؟ المفتاح هنا كلمة كل، من كل قلبك. ومش بس محبة بالكلام، لكن محبة أظهرها في الصلاة، أظهرها في الخدمة، أظهرها إن أنا أسعى إن الله يكشف لي ذاتي، أسعى إن أنا أحب الرب، أسعى إن أنا أقرأ عنه، أعرف عنه، أكتشفه، أختبره. طريق ارتباط مع الله.
تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل عواطفك، من كل الطاقة اللي عندك، ومن كل قدرتك ونفسك وأفكارك. هل أنا كده ولا لا؟ الجزء الثاني بيتكلم على محبة الأخوة، يقول كده في عدد 11: لا يزم بعضكم بعضا أيها الإخوة، الذي يذم أخاه ويدين أخاه يذم الناموس ويدين ناموس. ليه؟ لأن الناموس قال لك تحب أخوك أو تحب قريبك كنفسك. والصح اللي فات، الصح الثالث، اتكلمنا أن اللسان اللي أنا بستعمله عشان أبارك الله هو نفس اللسان اللي بيه بدين أخويا اللي مخلوق على صورة الله. عشان كده لو هنعمل الكونكشن دي، اللي بيزم أخوه وبيدين أخوه مش بيقف بس عند الشخص، بيكمل أنه بيوصل، هو بيذم الناموس ويدين الناموس. وإن كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له. لو أنت قلت أن أنا أدين وأحسد وأشتم وأكذب وأكلم على أخويا وأختي، الموضوع مش بيقف عند الشخص، الموضوع بيكمل أنك أنت تتعامل مع الله اللي في هذا الشخص، وتتعامل مع الناموس اللي قال لك حبوا بعضكم بعضا، لا يزم بعضكم بعضا. واحد هو واضع الناموس القادر أن يخلص ويهلك، فمن أنت يا من تدين غيرك؟ برضو آية مش هنعرف نهقها، هما اتنين، هما وصيتين، مش هنعرف ان احنا هنهرب منهم. نحب الرب إلهنا من كل قلبنا ولا تدينه لكي لا تدان. مش هقدر اهرب من الآيتين دول. مش كده يقول لي انت بلا عذر ايها الانسان. في ديان واحد، وفي إله واحد، وفي قاضي واحد، هو اللي بيحكم بيدين وليه الحق ان هو يحكم. انا ليس لي الحق في هذا. وبعد كده ينهي الاصحاح بكده، يعني سمري: هلما الان ايها القائلون نذهب اليوم او غدا الى هذه المدينه او تلك وهناك نصرف سنه واحده ونذكر ونربح. هو ده محبة العالم، عداوة لله، إن أنا أستخدم العالم لأجل خططي الخاصة، لأجل منفعتي الخاصة، بعيد عن مجد الله. أنتم الذين لا تعرفون أمر غد، إنه ما هي حياتكم؟ إن أنا أتجاهل حقيقة إن حياتي ما هي إلى بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. طب إزاي أصلح؟ يبقى عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا وذاك. افعل، روح وتاجر واشتغل واربح، لكن في مشيئة الرب، لمجد الرب، لخدمة اسم الرب. تبقى الحياة هي وسيلة، يبقى شغلك ومالك ونجاحك وخططك هي أداة في إيد الرب يستخدمها ويستخدمك عشان تكون أنت تشانل، تكون أنت أداة يستخدمك يوصل لآخرين، وأنك أنت تبني ملكوت الله على الأرض. عشان كده قال نقول إن شاء الرب وعيشنا، لتكن مشيئتك وهي مشيئتك، إن اسمه يعلى ويتمجد في هذا المكان. أما الآن فإنكم تفتخرون في تعظمكم، كل افتخار مثل هذا رديء، فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. يختم الإصحاح آية جامدة شوية: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. كل عمل صالح أنت قادر وعارف أنك أنت تعمله تتخلى عنه، ده يعتبر خطيئة موجهة لله.
ناخدها على الخدمة، ناخدها على معاملاتك مع الناس في شغلك، في بيتك، في أي مكان، ناخدها على أي مستوى، على أي مستوى تقدر إنك أنت تعمل عمل صالح ولا تفعل، كسل، مش عاوز، بتفكر إن الناس دول ما يستهلوش، أعضاء كثيرة بنفكر فيها، من يعرف أن يعمل حسن ولا يعمل فذلك خطية له. الأمر واضح جدا جدا، كل إنسان، ولو هنكنش على الخدمة، كل إنسان ليه مكان في خدمة ربنا، كل إنسان ليه إن هو يساهم في بناء ملكوت الله، سواء في الكنيسة في عمل روحي، أو سواء في شغله، في حياته، في العالم بره. أنت وظيفتك ودورك في هذا العالم أنك أنت تفعل حسنا. وما هو الفعل الحسن؟ إنما تقول ليأتي ملكوتك. إزاي أنت تبني ملكوت ربنا على الأرض؟ لما تتجوز وتخلف ويبقى عندك عيال، ده أنت بتبني ملكوت الله على الأرض. الهدف مش أنت تتجوز يبقى عندك عيال، ده وسيلة. الهدف مش انك انت هتتجوز وانك انت تشتغل وتبقى مدير وتبقى عندك ملايين، ده وسيلة انك انت تعمل بيه حسنا، تعمل بيه حسنا. الهدف مش الكنيسة ان احنا بس نبقى فيها، هدف الكنيسة انها تبقى منارة، ان احنا نستخدمها عشان نوصل لآخرين. هدف القداس ان احنا بس مش نحنا هنحضر ونسمع القداس، لكن نحن نشترك ونتحد مع المسيح. ليه؟ ليكون وسيلة ان احنا نطلع ونكون مسيح صغير في العالم. عشان كده من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل ذلك خطية. احنا في ايدينا كنوز ان احنا نعمل حسنا في كل شيء، في كل دقيقة، في كل وقت، مع كل انسان انت تعمل حسنا، حتى لو بكلمة حلوة، حتى لو بنظرة كويسة مهذبة محترمة، ما تحطش من قدر حد. Don't put anybody down. اتكلم كلام صالح، كلام نعمة، كلام حنين. ما تكونش إنسان صعب، ما تكونش إنسان يتقال عليه ده إنسان صعب، ما تقربش منه. حتى لو أنت فاكر أنه بالصعوبة دي اللي أنت بتظهرها ده مظهر قوة، اتكلمنا المرة اللي فاتت انه خطايا اللسان والنميمة والحسد ما هي الا مظهر لمظاهر الضعف. انسان حاسس ان هو بصغر النفس، بيحاول يغطي على نفسه. من يعرف ان يعمل حسنا ولا يفعل فذلك خطية له. لو تقدر انك انت هتشجع حد، لو هتشجع ابنك، شجع ابنك. في آية معروفة جدا بتقول كده، أيها الآباء لا إيه؟ كويس، تغيظوا أولادكم. لو أنت بكلمة حنينة تقدر أنك أنت هترفع ابنك بدل ما تغيظه وتحط من قدره، افعل. لو مش هتفعل أنت هتخسره. بس كشن أنك أنت أب صالح وأم كويسة، لما في نقد مستمر لأولادكم، نقد 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 نقد. من يعرف أن يعمل حسنا، أنك أنت بكلمة حلوة، بتشجيع، بمديح، بأي شيء صغير، ولا تفعل فذلك خطية لك. أولادك أنت ما جبتهمش عشان هيخدموك، أنت اللي هتخدمهم. الواحد مش بيتجوز وبيجيب أولاد عشان هيريحوه، لا، عشان هو اللي هيريحه. والله الآب، الله الأب، أبونا السماوي لما شفنا تعبانين وبايزين جالنا، مش كده؟ وبقى زينا ونزل لمستوانا وخدمنا وأخذ القرف بتاعنا. I'm sorry أنا بقى بقول كده، بس يعني عشان يبقى الكلام واضح، أخذ كل خطايانا، أخذها عليه هو، حبنا من غير ما نحبه، حبنا من غير ما نعمل حاجة نستاهل المديح عليها،
حبنا أولا ونحن بعض خطاة مات. فلو ابنك أو بنتك وهم في رأيك مش بيعملوا حاجة كويسة يستاهلوا عليها حاجة، اعمل زي أبوك السماوي اللي وانت برضو زي ابنه الضال ما عملتش حاجة تستاهل المديح عليها، جه أخذ مش بس خطاياك، أخذ شكلك، عاش زيك، عاش معاك، اختبر ألامك، اختبر ضعفاتك، اختبر كل شيء أنت عايش بيه عشان يقدر يرفعك. عمانوئيل الله معنا. فلو أنت مش هتبقى مع أولادك ومراتك ومع جوزك ومع أصحابك ومع إخواتك وتنزل لمستوى الناس فذلك خطية لك. من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. كلير زي الشمس. الكلمة ببكت وتوبخ وتشاور، ما ترفضش وما تعانتش، لكن استقبل واسمع وافهم واطلب ان الله يكشف لك مواضع الضعف، واطلب ان الله يكشف لك المرض فين، وخليك مستعد انك انت تقبل العلاج وتحط نفسك على طريق الشفاء. فرصة النهاردة واحنا قبل ما نتناول ونتحب المسيح، كل انسان يحط ضعف، كل انسان يحط الناس اللي في حياته ويبتدي زي يفكر يعمل حسنا معاهم، وزي ما هو من غير استحقاق بيقبل عطية الحياة في جسد المسيح ودمه، هو أيضا يفكر إزاي أقدر أنقل هذه العطية، عطية الحياة والنعمة والشفاء للناس اللي حواليه، للناس اللي ربنا حطني في وسطهم. ما تفكرش مين يستاهل مين ما يستاهلش، لكن فكر ان هذا الانسان مخلوق على شبه الله، صورته زيه، الله فيه. مهما كان شرير، مهما كان انسان ما يستاهلش، مهما كان انسان بيتعبك بيألمك، لكن هو لسه فيه صوره الله مدفونه جواه، مدفونه جواه، مش عارف يطلعها ومش عارفها. احتمال محتاج لك انت اللي هتظهرها فيه وتشاور عليها فيه. احتمال الله عاوز يستخدمك مع الإنسان الصعب اللي في حياتك ده، كنت تكون أنت سبب مجد وسبب بركة ليه وفي حياته. نفكر ونبتدي نتغير إلى تلك الصورة عينها. الإصحاح اللي جاي الخامس هنخلصه المرة اللي جاية، وبعد كده إن شاء الله هنعمل كده يعني دراسة للقداس، مش بالشرط شرح للطقس، لكن هنفهم ايه معنى سر إفخارستية وتأثيره في حياتنا، ونحاول نقسمها كده على يعني كذا مرة. لإلهنا كل مجد في الأبد، آمين.